وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا يمكن تحقيق منظومة جديدة للتعليم بتكاليف مرتفعة في ظل الحجم التضخمي من السكان والمواد القليلة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن قضية السكان من أخطر القضايا التي تمس الدول. أصعب حاجة بتمر عليا إن أنا ببقى عارف إن المطلوب حجمه قد إيه والمتاح حجمه أقل كتير من المطلوب، وبالتالي ده هينعكس زي ما دكتور خالد اتكلم وحضراتكم تعرفوه أيضا على الجودة في كل شيء. عايز تعمل تعليم كويس قوي؟ لا يمكن أبدا تقدر تعمل تعليم كويس قوي وتنفق على التعليم كويس قوي في حجم في ظل هذا الحجم الضخم من السكان والموارد القليلة جدا. اتكلم على الخمسينات وعلى قبل كده حتى، وقال إن احنا كانت الفجوة تقريبا 10-12% ما بين قدرة الدولة ومواردها والنمو السكاني اللي موجود فيها، كان ساعتها 19-20 مليون سنة 50، وبالتالي كان الفجوة مش كبير، الفجوة التمويلية بين ده وبين ده مش كبير. بس خلي بالكم، تصوروا إن الفجوة دي ليها تراكمات على مدى 60-70، الكلام ده تقريبا النهاردة دخل في 75 سنة. التأثير بتاع ال 75 سنة في الفجوة ديت نتائجه إيه؟ نتائجه إيه على جودة المنتج التعليمي؟ نتائجه إيه على جودة المنتج الصحي اللي إحنا كدولة عايزين نقدمه لمواطنينا؟ القضية بتاعت السكان في مصر وفي الدول اللي عندها مشاكل مماثلة لينا قضية أنا بعتبرها من أخطر القضايا